اللي بيحاول أمامنا هنا واللي بيعني بيضغط في هذه المباراة في رغبة كبيرة إن شاء الله لتحقيق الفوز. أدي الكرة من السومة المتابعة جول متابعة جول 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 هدف هدف عن طريق فراس الخطيب. هدف 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 للمنتخب العربي السوري أمامنا هنا في هذه الكرة وفي هذه اللقطة. كرة السومة ترتد ولكن أمامنا فراس الخطيب. يا عيني على الكرة يا عيني على الجمال في اللقطة الماضية والفرحة الكبيرة بالمتابعة والتسجيل في اللقطة الماضية. التسديدة من عمر السومة والكرة اللي رحلها اتنين رحلها على طول في تلك اللحظة أمامنا والهدف اللي بيتسجل في الدقيقة 13 للمنتخب العربي السوري. واحد لا شيء لمنتخب سوريا. بص أمامنا الإعادة بص الإعادة بص الإعادة ودي الكرة ارتدت والمتابعة وهدف هنا للمنتخب السوري عن طريق تامر حاج محمد. أدي أمامنا تامر حاج محمد. تامر تامر هو اللي سجل. تامر حاج محمد لاعب فريق الزفرة العماني يسجل أول أهدافه الدولية بل أغلى الأهداف هنا عن طريق اللاعب تامر حاج محمد بعد حوالي 13 دقيقة. عمر السومة يا ولد يا عمر يا ولد يا عمر عمر السومة أطلق كرة قوية ولكن هنا المتابعة كانت من اثنين راح لها عمر خريبين وراح لها تامر حاج محمد ولكن لاعب الوسط اللي سجل أول أهدافه الدولية هنا في هذه المباراة وفي هذه اللحظة.